الجائحة موجودة ولا هي تمن لا مراقبة ولا معناه يعني لا وقع عسل الكفر فأنا ما خارجة. حق بإذن الله والحمد لله حالتنا جيدة، في انخفاض جيد، وكل ما تحسن الحال يلت حد يخفف الكفر في هذا تعدد الدول كاملة. إن شاء الله يرتفع راجينها يرتفع لين ما تفهم خطر بشكل. طبعا في هذه الألعاب اللي تنظم لأن الأسبوع المقبل إلى حد الآن ما تفتح مجال لأنها لا تعود مفتوحة، الموقف الرسمي اليوم لأنها مقلوقة. طبعا في احتمالات مسامحة بها لا كف حسب بها، هو على أن يدخل فيها نسبة من المواطنين يعاد استادير في 10,000 تدخل 10% ولا كذا ولا 100 ولا 200 ولا هذا. وذي القضية دور تناقش بين وزير الشباب والرياضة ووزير الطب ووزير الصحة شيء كيفتو.